فيديو جديد، والنهاردة هنعمل مع بعض السمك الماكريل. طريقة حلوة قوي وسهلة وهتعجبكم جدا. ويلا نبدأ مع بعض واقول لكم المكونات بتاعتي. اول حاجة معايا هنا اربع سمكات ماكريل، عاملين 2 كيلو كده. دول متنضفين ومغسولين كويس جدا ومنقوعين في ليمون وملح ودقيق ومية. ومعايا بصل، طماطم، جزر، فلفل رومي وفلفل حامي. ومعايا كمان معلقتين كبار ثوم، معلقتين هنا بقى التوابل، معلقتين صغيرين بابريكا، 3 معالق صغيرين من الكمون، معلقة كبيرة ملح، ومعلقتين كبار زيت، ومعلقتين كبار خل، زيت وخل. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة هاخد هنا معايا كمان بقدونس انسيته اهو، والليمون اهو، تمام. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة هاخد جزء من الخلطة دي أو الخضار ده وهضربه مع التوابل والليمون والثوم في الكبة، فأنا يعني هضربهم مع بعض وارجع لكم. هفكركم تاني هنحط ايه. حطينا التوابل بتاعتنا اللي هي المعلقة كبيرة ملح والمعلقتين الكبار زيت ومعلقتين كبار خل مع بعض كلهم، وحطينا كمان المعلقتين صغيرين البابريكا وثلاث معالق كمون، وحطينا الثوم، وهنحط ليمون، وهنحط شوية من الخضار ده، شوية من كل حاجة كده، نحط كمان من البقدونس. وزي ما انتوا شايفين كده هضربهم بقى في الكبة وارجع لكم. تمام، زي ما انتوا شايفين كده انا كده يعني ضربت كل الخضار مع التوابل والثوم وكل حاجة. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هاخد الخضار بتاعي ده كله واحطه في البولة اللي معايا. وهحط عليه كل البقدونس اللي عندي وشوية من الخلطة اللي احنا عملناها دي، شوية مش هاخد كتير، الباقي عايزاه لسه يعني هحتاجه. وهحط الليمون تمام زي ما انتوا شايفين كده، وهحط شوية من الزيت، وهبدأ كده اقلبهم كلهم في بعض. اقلبهم كويس جدا. الليمون طبعا اي كمية مش هتفرق، على حسب انتوا حابين ايه. تمام، هقلبهم كويس مع بعض وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده احنا اهو خلطنا كل المكونات بتاعتنا مع بعض والخضار وكله. دلوقتي بقى هاخد بقيه الكميه بتاعت الخلطه دي وابدا اتبل بيها السمك. السمك بتاعي انا فتحاه كده، عامله فيه فتحات علشان التتبيله تدخل فيه كله، وهبدا اتبل السمك بيه كويس جدا من جوه ومن بره، وعلشان يعني يبقى كل حته في السمك فيها التتبيله دي وتبقى يعني طعمها حلو. فهتبل بيه السمك كله وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده احنا تبلنا السمك اهو بالخلطه بتاعتنا دي كلها، دخلنا في كل يعني كل فتحات وكل حته التتبيله دي. دلوقتي بقى هبدا اخد الخضار اللي انا عملته ده، هحطه كده معايا صاج طبعا محطوط فيه فويل، وهبدا احط الخضار ده افرده كده في الصاج بتاعي من تحت، واحط عليه السمك بتاعي. لو حابين يعني تخلوا السمك يعني ده جواه تحشوا السمك بيه مفيش مشكلة، بس انا يعني حبيت اعملها كده بالطريقة دي. وهبدأ احط السمك على الخضار ده. تمام،
تمام، وهبدأ انزل التتبيلة اللي موجودة دي كلها عليهم برضو. زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى انا هبدأ يعني اولع الفرن واحطهم فيه. لما كده الوش بتاعها يحمر هرجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده انا طلعت السمك بتاعي من الفرن، وكمان هنا قدمته جنب رز، حلوة قوي وجميل جدا. ممكن اخد كمان من الخضار اللي احنا الموجود في الصينية ده واحطه كده جنب الرز، حلوة قوي زي ما انتوا شايفين، ريحته تحفة تحفة وطعمه حلو جدا جدا. خدت بس في الفرن نص ساعة، ولعت الشواية عشان من فوق كده تحمر شوية. زي ما انتوا شايفين كده، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تجربوها وتقولولي يعني الفكرة عجبتكم، ويعني عجبتكم الطريقة دي ولا لأ. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، وباي باي.